في الخامس عشر من شوال من السنة الثالثة للهجرة الموافقة لسنة الخامسة والعشرين والستمائة ميلادية، وفي يوم السبت كان الالتحام بين جيش المشركين وجيش المسلمين، والتقى الطرفان واقترب بعضهم من بعض، وراحت هند بنت عتبة ومن معها من النسوة يحرضن الرجال ويضربن بالدفوف، بينما رفع المسلمون شعار أمت أمت ليعرف بعضهم بعضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم، حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرش فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به العدو حتى ينحني. قال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه. فأعطاه إياه، وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب إذا كانت، فأخرج عصابته الحمراء كعادته وعصب رأسه وجال متبخترا بين الصفين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذه المواطن. والتفت أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرضهم على القتال: يا بني عبد الدار، إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر، فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، إذا زالت زالوا، فإما أن تكفون لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. فقالوا: ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. وحمي الوطيس وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس، فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله، وكان في المشركين رجل يجهز على الجرحى، فالتقى به أبو دجانة وضربه فقتله، ورفع السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة ثم تركها، وكذلك فعل حمزة بن عبد المطلب، وكان العدو الأول لقريش التي حملته دم معظم قتلى بدر، فقاتل حتى قتل أرطأة بن عبد شرحبيل بن هاشم، وكان أرطأة أحد الذين يحملون اللواء، وكان في جيش المشركين عبد حبشي اسمه وحشي يجيد رمي السهام، حصل على وعد بالعتق من الرق إن هو قتل حمزة. يقول وحشي: والله إني لأنظر إلى حمزة وهو يردي الناس بسيفه ما يليق به شيئا مثل الجمل الأورق، إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزة، فقال له حمزة: هلم إلي، وضربه ضربة ما أخطأ رأسه، وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت أسفل بطنه وخرجت من بين رجليه، فأقبل نحوي ولكنه وقع وتركته حتى إذا ما مات أخذت حربتي، ثم تنحيت إلى العسكر ولم تكن لي بشيء حاجة غيره، وإنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة أعتقت، ثم أقمت حتى إذا افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هربت إلى الطائف فمكثت بها، فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا تعيت علي المذاهب، فقلت: ألحق بالشام أو اليمن أو ببعض البلاد، فوالله إني لفي ذلك من همي، إذ قال لي رجل: ويحك، إنه والله ما يقتل أحدا من الناس دخل في دينه وتشهد شهادته. فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فلم يرعه إلا بي قائما على رأسه أتشهد بشهادة الحق.
فلما رآني قال: أوحشي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة. فلما فرغت من حديثي قال: ويحك، غيب عني وجهك فلا أرينك. فكنت أتنكب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان لئلا يراني حتى قبضه الله. وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، وظن قاتله أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قريش فقال: قتلت محمدا. فلما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب. رغم عدم التكافؤ بين الجيشين، فقد تمكن المسلمون من المشركين، وحمل الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الجانب الذي فيه أبو سفيان فزحزحوه عن مكانه، وحمل خالد بن الوليد على المسلمين من الميمنة فصدته نبال الرماة من الجبل فتراجع واختفى. وبدت الهزيمة واضحة في صفوف المشركين، ولاحظ الرماة من أعلى الجبل فخالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا مواقعهم ليشاركوا في مطاردة العدو المنهزم وجمع الغنائم، وناداهم قائدهم فلم يلتفتوا إليه، ولم يثبت منهم إلا بعض الرماة الذين يقدرون معنى الطاعة والانضباط. وأمر ابن جبير من بقي من الرماة وهم عشرة رجال بالانتشار لمنع محاولة الالتفاف، وكانت فرصة لجيش المشركين. ولمح ابن الوليد ضعف المقاومة الحامية على الجبل، وكان يرقب ذلك بعين القائد الخبير، فسارع إلى القيام بحركة التفاف من وراء الجبل. وكانت الشمس تضرب في عيون من بقي من الرماة ففاجأهم، ولم يفيدهم ثباتهم واستماتتهم في القتال، واستطاع أن يتغلب عليهم ويقتلهم مع قائدهم، ثم انقض على ظهور المسلمين بخيالته يعمل فيهم تقتيلا. وفقد المسلمون مواقعهم وبدأوا يقاتلون دون تخطيط، ولم يعودوا يميز بعضهم بعضا، وتساقطوا في ميدان المعركة وانقطع اتصالهم بقائدهم، وسمع صوت ينادي: إن محمدا قد قتل. وفر جمع من المسلمين، وجلس بعضهم إلى جانب ميدان المعركة دون قتال، وآثر آخرون الشهادة والثبات والصبر. وفي مقدمتهم أنس بن النضر الذي رفض الانسحاب ووقف بين المسلمين قائلا: يا قوم، إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل، فقاتلوا ما قاتل عليه محمد. اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء. ثم شد بسيفه وقاتل حتى استشهد. ولقد حكى القرآن العظيم خبر فرار هؤلاء بعد سماعهم نبأ مقتل النبي صلى الله عليه وسلم الذي شاع في ساحة المعركة، وكان أول من علم بنجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه حي هو الصحابي كعب بن مالك الذي رفع صوته بالبشرى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت حتى لا يفطن المشركون إلى ذلك. وقد نص القرآن العظيم على أن الله تعالى قد عفى عن تلك الفئة التي فرت. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. بالرغم مما جرى،
ظل الرسول عليه الصلاة والسلام محافظا على رباطة جأشه رغم استشهاد خيرة رجاله. وانتبه المشركون إلى وجوده مع 9 من أصحابه، 7 منهم من الأنصار، فهاجموهم واستبسل الأنصار واستشهدوا واحدا بعد الآخر. ثم قاتل عنه طلحة بن عبيد الله حتى أثخن وأصيب بسهم شلت يمينه، ووقف أمامه أبو دجانة يرد السهام بظهره، وقاتل سعد بن أبي وقاص بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يناوله النبال ويقول له: ارمي يا سعد، فداك أبي وأمي. وقاتل بين يديه أبو طلحة الأنصاري وكان من أمهر الرماة، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة. وأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف فنادى: أي محمد، لا نجوت إن نجوت. فقال من يحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعطف عليه رجل منا؟ فقال: دعوه. فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة واستقبله فطعنه في عنقه طعنة تدحرج منها عن فرسه. وعلى الرغم من استبسال الصحابة في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أصيب إصابات عديدة، فقد كسرت رباعيته وشج في وجهه، فأخذ يمسح الدمع وجهه الكريم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام؟ فأنزل الله تعالى في ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. صدق الله العظيم. واستمر القتال حتى أجهد كل من طرفي القتال، وانسحب النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه ومن لحق به من أصحابه إلى أحد شعاب جبل أحد. وكان المسلمون في حالة من الألم والخوف والغم لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأوا بالتجمع حوله في نقطة الازدلاف التي عينها وطلب عندها التراجع نحو الجبل جبل أحد، وعدم السماح للمشركين بالالتفاف حولهم من أعلى الجبل. وعندما حاول المشركون ذلك ثانية منعهم عمر بن الخطاب بمن معه، فأدرك المشركون أنه لم يعد بإمكانهم القضاء على المسلمين، وقد أنهكهم التعب كذلك وكثر فيهم الجرحى، فقرروا الانسحاب مكتفين بالنصر المؤقت. ووقف أبو سفيان على مرتفع وقال: أنعمت فعال، إن الحرب سجال، يوم بيوم أعلو هبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: قم فأجبه وقل: الله أعلى وأجل، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ونادى أبو سفيان عمر وسأله: هل قتلوا محمدا؟ فقال عمر: اللهم لا، وإنه ليسمع كلامك الآن. فانصرف أبو سفيان وهو ينادي: موعدكم بدر للعام القادم. فقال عليه الصلاة والسلام لعمر: قل نعم، هو بيننا وبينكم موعد. وهكذا انفصل الجيشان وتوقف القتال، وخسر المسلمون في هذه المعركة 70 شهيدا، بينما لم يزد عدد قتل المشركين عن 23 رجلا. انسحبت قريش من أرض المعركة وامتطت إبلها مكتفية بما حققت، ودون أن تتطلع إلى نصر حاسم ضد المسلمين،
حتما لم يؤسر أحد من المسلمين، وزيادة في الاطمئنان إلى أن العدو من المشركين قد توجه لمكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يخرج في إثر القوم فينظر ماذا يفعلون حتى لا يتعرض لخديعة أو مباغتة، فإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة، وإن امتطوا الإبل وجنبوا الخيل فهم عائدون إلى مكة. وجاء علي بالخبر أنهم ركبوا الإبل، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس حمزة، فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثل به، فجدع أنفه وأذناه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما به: لولا أن تحزن صفية ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. فلما رأى المسلمون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه على من فعل بعمه ما فعل، قالوا: والله لئن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. ونزل قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. صدق الله العظيم. فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر ونهى عن المثلة. وجاءت صفية أخت حمزة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم الزبير تبحث عن أخيها حمزة، فأشار إلى ابنها الزبير أن يرجعها حتى لا ترى ما بأخيها من مثله، فقالت: ولم وقد بلغني أن قد مثل بأخي، وذلك في الله، فما أرضانا بما كان في ذلك، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله. وعندما أخبر الزبير النبي صلى الله عليه وسلم بقولها أمره بأن يخلي سبيلها، فأتته فنظرت إليه فصلت عليه واسترجعت واستغفرت له، ثم أمر به فدفن. وقد روى البخاري وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير لأحد قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا، ودفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا حيث صرعوا، ونقل فيما بعد بعضهم للمدينة. وبعد الدفن صف الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وأثنى على ربه، ثم دعا الله أن يعطيهم نعيم الدنيا والآخرة وأن يقتل الكفرة المكذبين. وكان يتمنى أن يمضي شهيدا مع أصحابه الذين استشهدوا يوم أحد. وقد أثنى عليهم عندما سمع عليا رضي الله عنه يقول لفاطمة: هاك السيف فإنها قد شفتني، فقال له: لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاد سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة. ونزل في شهداء أحد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. وواجه المسلمون عند عودتهم للمدينة اليهود الشامتين والمنافقين المرجفين، وكانوا يواجهون الأعراب في أطراف المدينة الذين يتطلعون لخيراتها بشراهة
وعمد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حشد عسكري حتى يعيد للمسلمين معنوياتهم ويرهب عدوهم، وليظهر لليهود والمنافقين أن هذه المعركة لم تفت من عزيمتهم. ونادى مناديه بالناس أن يتهيأوا لملاحقة العدو، واستجاب المسلمون الذين شاركوا في أحد، وخرجوا في اليوم التالي في الثامن من شوال سنة 300 هجرية على ما بهم من تعب وإرهاق وقروح، وأطاعوا نبيهم وقائدهم وساروا إلى حمراء الأسد. وفي الطريق أسلم معبد بن أبي معبد الخزاعي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لأبي سفيان، ولم يعرف إسلام معبد بعد، فيرهبه ويحمل إليه أنه ناصح له ليجد السير إلى مكة، وأن محمدا قد عاد إليه ليلاحقه. وكان ذلك، وأرسل أبو سفيان رسالة مع ركب من عبد القيس قال فيها: إنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وأنزل الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد 3 أيام ثم عاد إلى المدينة. ولقد نزلت آيات في معركة أحد وعددها 58 آية من سورة آل عمران، وتبدأ بذكر المراحل الأولى للمعركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وتنتهي بذكر نتائج المعركة والحكمة التي أرادها الله، فقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. صدق الله العظيم. حاول الأعراب حول المدينة بعد أحد أن يتجرؤوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الاستيلاء على خيرات المدينة، وبلغته أخبار الاستعدادات التي قام بها بنو أسد بن خزيمة بقيادة طليحة الأسدي من أجل غزو المدينة. فسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تشكيل سرية من 150 رجلا من المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أبا سلمة بن عبد الأسد، أرسلهم إلى ديار بني أسد، فباغتوهم على ماء لهم في ديارهم، غير أن بني أسد سرعان ما تفرقوا تاركين ماشيتهم وإبلهم غنيمة للمسلمين من هول المباغتة. وكان خالد بن سفيان الهذلي قد جمع المقاتلين من هذيل وغيرها في عرفات، وتهيأ للمسير إلى المدينة، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي عبد الله بن أنيس الجهني إليه بعد أن كلفه بمهمة القضاء عليه. فأفلح عبد الله وأنجز المهمة وعاد إلى المدينة ظافرا، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم له عصا لتكون آية له يوم القيامة،
ولجأت قبيلة هذيل للخديعة والغدر بعد ذلك، وأرسلت رهطا من قبيلتي عضل والقارة المضريتين إلى المدينة، وقالوا: إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهون ويقرؤون القرآن ويعلمون شرائع الإسلام. وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة أغار عليهم بنو لحيان وأحاطوا بهم، ثم أعطوهم الأمان من القتل، ورفض قائدهم أن يكون في ذمة كافر، فقاتلوهم وقتلوا 7 منهم، ثم أعطوا الأمان للثلاثة الباقين من جديد فقبلوا، وسرعان ما غدروا بهم بعدما تمكنوا منهم. وقاومهم عبد الله بن طارق فقتلوه، واقتادوا 2 إلى مكة، وهما خبيب وزيد بن الدثنة، فباعوهما لقريش، وكان ذلك في 4 للهجرة وفي صفر. فأما خبيب فقد اشتراه بنو الحارث بن عامر، فقتلوه بالحارث الذي كان خبيب قد قتله في بدر. ولما أخرجوه ليقتلوه صلى 2 قبل أن يقتل، فكان أول من سن ذلك، ثم دعا ربه قائلا: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وأما زيد بن الدثنة فقد اشتراه صفوان بن أمية، وقتله ثأرا لأبيه أمية بن خلف الذي كان قد قتل ببدر. وقد سأله أبو سفيان قبل قتله: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. وعرفت هذه الحادثة المفجعة في التاريخ بحادثة الرجيع، نسبة لماء الرجيع الذي حدثت عندها، ونزل في ذلك قرآن عظيم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. وتحدث المنافقون فيهم فقالوا: ويحهم، لا هم أقاموا في أهلهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. فأنزل الله تعالى فيهم قوله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. صدق الله العظيم.